بسم الله، السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. جيت نشارك معكم إن شاء الله الحرشة اللي شهوة منها سهلة مهلة وناجحة من أول تجربة، وبغرير بدون اختمار، سريع في التحضير بمقادير مضبوطة. ونبدأ على بركة الله في تحضير الحرشة. في إناء كنوضع جوج كؤوس ديال السميد، 4 كاس ديال الزيت، نخلط المكونات مزيان. من بعد كنضيفو ملعقة صغيرة ديال الخميرة الحبيبات، ملعقة صغيرة ديال الخميرة الكيماوية، 2 ملاعق كبار ديال السكر، ورشة ملح. نخلطو النواشف جيدا ونجمعو المكونات بكاس ديال الحليب دافي، ممكن تعوضوه بالماء. العبار دائما بكاس ديال العنبة. نخليو السميد تشرب واحد 30 دقيقة. من بعد ما دازت 30 دقيقة نرشو سطح العمل بالسميد ونعملو الحرشة كبيرة ولا صغيرة. أنا تعجبني نعملهم بشكل صغير كيف ما غتشوفو معايا في الصورة، ولكم الاختيار. كنوضعوهم في مقلاة ثقيلة، مدهونة بشوية ديال الزيت أو الزبدة. أنا هنا دهنتها بشوية ديال الزيت ورشيتها بشوية ديال السميد، ونخليهم يطيبو على نار متوسطة. وعلى بركة الله نبدأ بالطريقة سريعة في تحضير البغرير. في خلاط كهربائي كنوضعو 2 كؤوس ديال السميد، ملعقة صغيرة ديال الخميرة حبيبات، ملعقة صغيرة ديال السكر، رشة ملح، 2 خميرة كيماوية، و3 كؤوس ديال المدافي. العبر دائما بكاس ديال العنبة. وغير نخلطو المكونات مباشرة نطيبو. كناخدو مقلاة ديال البغرير نسخنوها ونبداو نطيبو البغرير ديالنا. وها هي الحرشة طلعت غزالة، هشيشة وخفيفة وبمكونات بسيطة، وبغرير ناجح 100%، ما عمرو يحشمكم، كيجي خفيف ومثقب يدوب في الفم.
كنتمنى وصفة اليوم تعجبكم. الصحة والعافية.